السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لاباس. غبت عليكم مدة شوية طويلة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. رجعت لكم ورجعت ليامات هذه، شريت طير جديد راح نضمه للطيور نتاعي. كما راكم تشوفوا وكما شفتوا في أول فيديو، هو طائر صغير وجميل، هذا هو حسون بارفا. هذا هو الذكر اللي شريته بعد ما كان عندي من قبل زوز إناث، كنت حاسبة باللي واحد منهم ذكر، للأسف تعين باللي ميزو ما هوش ذكر ولا أنثى، ما على باليش واش راح نسميها. لكن عندكم اقتراحات خليهم لي في التعليقات. هذا هو ميزو الجديد، وهذا هو طيري اللي شريته جديد. انا هذا الطير اللي شريته تاع الحسون، شريته بدرهم تاع منحه البطاله اللي كل مره نخطف نشري منها حويجه للطيور. انا كل مره نشري طيره نقول هذا هو اخر طير. للاسف اللي عود مريض بحاجه ما يقدرش يبعد عليها ويبقى طول وراها. انا العائله تاعي كامل يتقلقوا مني، يقولوا لي فزتي صبرتك كامل في الطيور، وانا كل ما نشري طير نقول لهم هذا اخر طير نشريه، وكي العاده غدا نزيد نقول لهم اشريوا لي طير واحد اخر. كما راكم تشوفوا هذا هو ميزو اللي شريته جديد، ان شاء الله يكون ذكر صح. يعني هو قاعد يخلط شويه في الغناء، تبان لي 90% راهو ذكر. مديت لخويا ربي يحفظه، خويا صغير هو اللي شراه لي، راني غير نشيب فيه هاد الايامات. قال لي راهو حسون بارفا، ان شاء الله برك يكون صح ذكر. وكما راكم تشوفوا لكن لاحظتوا باللي راهو الحجم نتاعو صغير بزاف، هذا هو المميزات تاع حسون بارفا، يجي شويه صغير. هو تقريبا قد الاصبع نتاعي كما قيسته، صغير ونشيط الله يبارك مليح. شفت له البطن نتاعو نظيف، يعني مليح ماهوش مريض، نشيط في القفص ياكل مليح، حتى ساعات نسمعو كي يغني مليح الله يبارك. ربي يصلح لنا فيه ان شاء الله. ان شاء الله برك يكون هذا هو اخر طير نشريه من طيور الحسون. طبعا على خطر السلكه نتاعي ما تقبلش نشري عدد اكبر من هكا، السلكه نتاعي شويه صغيره، نقدر نربي فيها غير 2 اناث وذكر، هذا هو الحد الاقصى يعني باه ينجحوا لي في التزاوج نتاعهم بربي ان شاء الله هذا الموسم. واكيد بربي ان شاء الله الايامات الجايين كي نزيد نسلك نزيد نخبي شويه دراهم، نسيهم شويه يعني العائله نتاعي باه ما ينضوش ورايا، ظلوا يقولوا لي تشري في الطيور وتفزدي في دراهمك، نضرب شويه عليهم الطلسه، وايامات ان شاء الله نزيد نشري طيور اخرين على خاطر الله غالب. راي فيا طبيعه ما نقدرش نحبسها، نبقى نشري حتى للاخر. وليام هذه راني معوله بربي ان شاء الله نبدا نشري لهم شويه اشجار، نزين لهم شويه السلاكه نتاعهم، راني حابه ندير لهم شويه جو تاع الطبيعه في السلاكه. كما على بالكم الطيور يشتيو بزاف الخضوره، يشتيو يلعبوا بين الاغصان تاع الاشجار، ما على باليش واش هي الاشجار اللي نقدر نشريها، على خاطر عندي مشكل انه السلاكه نتاعي في بلاصه فيها الظل اكثر منها يعني ما تقيسها الشمس، خايفه نشري لهم اشجار وتقيسهم ما تقيسهمش الشمس بزاف، اكيد راح يموتوا لي وراح نخسر في الحكايه. هو خويا الصغير وعدني باللي يجيب لي اغصان تاع الصنوبر، يعني ليامات هذه نكتفي صح ان نحطها في السلاكه ونبحث بربي ان شاء الله على الاشجار اللي نقدر نغرسهم ولا في بوات كبار نحطهم في السلاكه نتاعي، ان شاء الله برك نقدر، وان شاء الله نزين لهم السلاكه نتاعهم وان شاء الله يعجبهم الحال. اكيد لهنا وصلت نهايه الفيديو، ان شاء الله نكون فتكم او بالاحرى مانيش نفتكم، راني حاولت برك يعني نشارككم الفرحه نتاعي اني شريت طير جديد وضميته لطيوري. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وصلت للنهايه نتاعو، وصلت لحكمه اليوم اللي تقول دائما كن كالماء يحمل أثقل الأحمال على سطحه ويحوي أثمن الأشياء في باطنه، وإذا نزل على أرض ميت أحياها، وإذا اعترضته صخرة دار حولها، لا يتأثر بالمظاهر سواء قدمته في أكواب من ذهب أو أكواب من فخار، فإنه لن يتغير سيبقى ماء. جعلني الله وإياكم كالغيث أينما وقع نفع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.